أكيد سلمى، دائما منقول ودائما بكل مناسبة ذكرى الشهداء وذكرى الأبطال هي دائما خالدة بالقلب والوجدان وأيضا بأفكار محبيهم، لكن دائما منقول كمان مقولة أنه سوريا مهرة غالي، ويمكن نصر حلب هو معمد بدماء شهداء، لهيك اليوم كان لازم وكان كمان نضيء على هي المساحة اللي رح نحكي فيها عن بطولات الشهداء بتحرير حلب. رح نبدأ مع ضيفتنا يولا غندور، أم الشهيد كريكور أشناق اليانا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير، وكل عام قائدنا وجيشنا بألف خير والنصر حليفهم. أكيد يسعد صباحك مدام يولا، والرحمة أكيد لأرواح الشهداء ولروح الشهيد كريكور. خلينا نبدأ مع حضرتك، هو مانو بالوقت الطويل ولكن الأيام بفراق الأحباب تنعد بالثانية. تماما. خلينا نحكي شوي ونبدأ بحديثنا عن الشهيد. كريكور استشهد من 5 سنين و8 شهور. هو أحد أفراد الجيش العربي السوري، استشهد بمدينة حلب عن عمر 19 سنة، كان جديد ملتحق بخدمة العلم. كريكور تميز بمحبته لبلده، طبعا هذا الشيء أنا بعرف إنه كل شباب سوريا بيحبوا بلدهم، بس كريكور كان عنده حب كتير كبير للبلد. سلم حاله بوقت اللي كان هو عنده مجال انه يأجل فيه، بس مع ذلك هو استعجل وسلم حاله دغري قبل وقته كمان. نعم، خلينا نحكي شوي يولا عن كريكور، كيف كان مثلا وقت تحرير المدينة لما التحق، كيف كان يحكي لك عن رفقاته بالجيش العربي السوري وشو كانت وصيته؟ كان يقول لك دايما كلمة معينة. كريكور كان أكبر من عمره، هو دايما كان مع رفقاته، دايما كان عنده أنه إما النصر أو الشهادة، فأردنا النصر فنلنا الشهادة، وهذا شرف كبير. كان دايما بيقول لي أنه أنا رح أعطيك، أنا كنت بنقى عليه كثير أنه يدرس يدرس يدرس، ويقول لي رح أجيب لك أكبر شهادة. صدقا كان دايما بيقول لي رح أجيب لك أكبر شهادة، والاستشهاد هو أسمى وأكبر شهادة عند رب العالمين، وفعلا جاب لي شهادة رفعت راسي فيها لطول العمر. أكيد يلا، بس يعني دائما بنقول سلمى أنه نحن لما أي ضيف بيكون عنا، نحن عم نحكي عن كافة الشهداء، كافة أمهات الشهداء، كافة أهالي الشهداء، يمكن نجيب أو نستضيف نموذج واحد لكنه بيعبر عن قصص كتيرة وعن وجع واحد وعن فخر واحد. أكيد زينب، ولما بنحكي عن فخر الشهادة فبنحكي عن ألم كبير، هذا الألم تحول لعز بداخل كل أم وكل أب زف أولاده شهيد على درب الخلاص لسوريا وعلى درب النصر. يعني هذا الألم أو هذا العز، خلينا نقول هذا الفخر، قواكي وخلاكي أم قوية جدا. خلينا نحكي كيف حولتي الألم لعمل وفرح أيضا. تماما. هلأ بداية أنا ما بنكر كان الموضوع صعب، يعني أول فترة وهيك، بس بعد فترة أنا قررت أتجاوز هاي القصة وتكون استشهاده هي رسالة لألي لأحملها وأمشي فيها. أنا على تواصل مع عدد كبير من أمهات الشهداء، هن صرنا أخوة بالألم، دايما في لقاءات بيناتنا، دايما في انه نعمل شيء. كان في عندي امسيه للشهداء اشتغلت عليها كمان لحتى اضوي على 11 شهيد فيها، هن شباب وصبايا من مدينه حلب، فدايما بيكون عندي دافع لحتى امشي واعمل اي شيء بخص للشهداء. طبعا لما بكون مع امهاتهم انا كثير بكون مبسوطه، في علاقه كثير كبيره بيني وبينهم، مثل ما قلت لك هن اخوه بالالم. اكيد يولا، يمكن كمان خلينا نحكي عن انه في كثير من الاسماء لنا خالده وتسمت فيها كثير مدارس وكثير يمكن منشات باسماء الشهداء، هي خطوه كثير حلوه لتوثيق ايضا بطولاتهم، فخلينا نحكي عن هالموضوع كمان. المدرسه هي قصه كبيره بالنسبه لي،
بداية استشهاد كريكور، وأنا دايما بسعى لأنه يتعلق اسمه إما على مشفى أو على مدرسة يعني. فكانت القصة بلقائنا بسيد الوطن وسيدة الياسمين، الله يطول بعمرهم يا رب، وكانت مكرمة من السيد الرئيس إنه لما طلبنا كان إنه مطلب العائلة يتخلد اسمه بمدرسة، فكان كرم كتير كبير منه، الله يطول بعمره يا رب، وإن شاء الله أسماء شهدائنا كلها بتتخلد وبتكون. فهي كانت حلم لألي إنه أنا أحصل على المدرسة باسمه، وأخذنا المدرسة، المدرسة قريبة من جنب البيت، وهلأ هو شوي الاسم صعب بس شوي شوي الطلاب عم تتعلمه. لما تبرقي من حد المدرسة شو بتحسي يلا؟ صدقيني فرح كتير كبير يعني. أنا بداية أنا لما بنزل لعملي فكان لي طريق معين، فبعد ما أخذنا المدرسة الطريق كله ضيق، فأنا يوميا بمرق من قدام المدرسة لحتى أشوف اسمه، أنا بحس بفخر كتير كبير فعلا. هو لما قال لي أنا بدي أجيب لك أعلى شهادة، وهو تماما عمل هيك وتخلد اسمه، ونشكر الله وشكرا شكرا كتير للسيد الرئيس على المكرمة الكبيرة. أكيد يعني يولا كريكور مثل أي شهيد بسوريا قدم روحه لحتى تبقى سوريا حرة، والحمد لله نحن اليوم من أمام القلعة اللي كانت قبل سنوات مهددة بسبب الإرهاب اللي كان موجود، أبطالنا حموها وحموا حلب، الحمد لله يا رب. نحن هلأ عم نحيي الذكرى الثالثة لتحرير حلب. قدي اليوم بيكون في قوة لما بتعدي مع أي إنسان لأنك قدمتي، اللي قدم بيعرف قيمة هذا النصر وبيعرف قيمة هذا اليوم قديش عزيز وغالي لحتى وصلنا لهيك يوم. تمام. هلأ كانوا كمان رفقاتهم من حامين القلعة لكريكور، وأنا كل ما بلتقي فيهم كمان بكون مبسوطة كتير. هلأ القلعة لها خصوصية كتير كبيرة عندي أنا يعني. أنا وقت استشهد إنه بعد فترة مرقت وكذا يقولوا لي إيمت بدك تشلحي الأسود، أقول لهم بتحرير قلعة حلب. فمثل اليوم تماما، أنا اليوم بتفاجأ بالفيسبوك عم بيذكرني أنه مثل اليوم تماما صورة كريكور جبتها ولسا ما كانوا الطرقات مفتوحة، ورفعتها بالقلعة بالزاوية هنيك وتصورت فيها، قلت لهم أنا هلأ صار بقدر أزيل السواد من فوقي، لأنه تحرير القلعة كان حلم كتير كبير، لأن القلعة بترمز لنا بكل شيء صمود لمدينة حلب. القلعة يعني رمز كتير كبير لنا، فلما تحررت القلعة ما يعني صدقيني مثل يوم اللي بكيت على كريكور كانت دموعي بتحرير القلعة تماما. نعم، خلينا نحكي شوية يولا، يعني أمهات الشهداء دائما في عندهم تواصل مع بعضهم، يمكن وجع الفقد واحد والفخر واحد، وأيضا في عندهم هيك قدرة على العطاء. خلينا نحكي كمان عن هذا الجانب، التواصل مع أهالي الشهداء، كيف عم يتم التواصل، كيف عم يتم التنسيق مع بعضكم، كيف عم تكونوا لبعضكم الكلمات اللي بيكون لسه الوجع الفقد عنده يمكن مثل ما بيقولوا قاسي. زينا هلأ بتواصلنا مع بعض نحن صارت العلاقة بيننا أكثر من أهالينا وأكثر من إخوتنا، فنحن منتواصل بشكل يومي يعني. أنا على عدد كتير كبير منهم، ممكن نلتقى يمكن أكثر مكان منلتقى فيه هو لما منروح منزور أولادنا، فمنلتقى هناك ومنعرف كيف نقعد مع بعض، منعرف كيف أنه وحدة بتقوي الثانية. العطاء اللي قدمناه أنا بحسه واجب وطني علينا، فهي الأرض أرضنا وما بنسمح لحدا يجي يسلبنا أرضنا، فكان واجب وطني كتير كبير علينا أنه نحن ندافع عن أرضنا ولحتى النصر لحتى آخر نفس، هذا واجب وطني علينا. أكيد. ربينا عليه وربينا أولادنا عليه. أكيد. ونحن فخورين اليوم أنه عم بتشاركينا صباحنا، نحن فخورين فيك يولا وبكل أم سورية اليوم. شو بتحبي تقولي بهي الذكرى لكل أم بحلب، لكل أم بسوريا قدمت وما زالت عم بتقدم ابن واثنين وثلاثة وأربعة حتى نشوف سوريا منتصرة؟ أنا حتى من خلال لما بكون بمكتب الشهداء بيجي أمهات بيكونوا مقدمين اثنين وثلاثة وأربعة حتى وخمسة، فأنا بشوف حالي كتير صغيرة قدام هيك أم. أنا بقول لهم دماء أولادنا ما راح تهدر،
نحن مع الجيش العربي السوري ومع القائد الدكتور بشار الأسد لآخر نفس لتحرير آخر شبر من أرضنا. هداك الوقت رح منقول نحن أولادنا ارتاحت بالسماء، لأنه هنن حيكونوا الملائكة وحليف النصر لجيشنا وقائدنا. لكل إن بقلا علي راسك، أولادنا دماؤهم ما راح تهدر. أكيد يولا، يعني لكل أمهات الشهداء أنتم عزنا وفخرنا، بدنا نقول لهم أكيد دائما نحن معكم بكل المناسبات وبكل إن شاء الله الفعاليات اللي ممكن تخلد أسماء وأبطال الجيش العربي السوري. بدي أتشكرك على وجودك معنا، وأكيد يعني سلمى نحن كتير مبسوطين إنه كنا مع نموذج من نماذج أمهات الشهداء. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك، وبنقول نحن فخورين فيك مثل ما قلنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لتغطيتكم لانتصارات حلب، وان شاء الله بالنصر الكبير يا رب. شكرا يولا.